قايله لك انتي امسكي. معلش نشتري هديه وبيت كمان. هذا اللون بيلبق لك مرت عمي وبعرف انك بتحبيه. صهرك نقالك هي. بدي اسالك دخلك كل هالمصاري من وين جايبينها؟ قلنا لك معنا بطاقه. وشو هالبطاقه اللي خلتكم تجيبوا كل هالاغراض؟ هو جبنا حقهم من بطاقتها لاختي. وليه؟ لك الله ياخدك انت وياه. عم تاخدوا من مصريات اختك؟ يخرب بيتكم. يا حماتي روقي شوي، شو صار لك فجأة شبنا؟ اسمعوا لا ماجد، اذا بتقرب على مصريات شاهي بموتك، ولا اذا لسه بتمد ايدك عليهم رح ساويك عبرة لمين يعتبر، رح اخنقك بايدي. عم تفهم؟ ايه انت دائما هيك بتضلي تهددي. والله ما بصير هذا الحكي. بكرة رح زلت المصاري قدامكم خصوصي لا تعرفوا مين هو ماجد. ولك عم تشحدوا وانت صرتي معه؟ الله يخلصني منكم. ميرا هلأ سامي يمكن ما يسأل، بس يعني بحال سأل المفروض اني كنت معك من ساعتين تقريبا. ايه بس انا من شوي لشفتك مو لاني اضطريت روح وشوف حدا. وما بدك سامي يعرف بهالشي صح؟ يعني شاهي معقول بدك يعني كذب وغطي عليكي؟ ميرا القصة مو مثل ما انت مفكرتيها، لانه عم حاول صلح الوضع وخلص اخوه من الحبس. وليش عم تخبي عنه؟ هاي القصة طويلة كتير ببقى بحكي لك، انت وقفي معي لو سمحتي. طيب ماشي، بس انت بتعرفيني ما بحب الكذب. يا شاهي الحقيقة دائما افضل. طيب قولي له احسن، اول عن اخر رح يعرف. وانا ما بحب الكذب ميرا، بس دائما الحياة بتخليكي تعملي امور ما بتحبيها. يا بنو حسيت انه في حدا. شلونك ميرا منيحة؟ الحمد لله رواق. كنتي بدك مساعدة بالبيت ما؟ ساعدتك شاهي ناس شي؟ أنا ساعدتها قد ما بقدر سامي. إيه بس طولتي عندها، شو ما خلصوا أسراركم لهلا؟ أنا وياها التقينا بالورشة، بعدين رحنا اشترينا شوية أغراض ونقينا القماش. مرتك رائعة سامي، ما بعرف شو كنت بدي ساوي لو ما كانت معي اليوم، لولاها كنت رح أخسر زبون مهم. لحظة، شو مين سامي؟ توفيق. يلا تفضلي. احكي شو بدك خليل. والله انا ما بدي اي شيء، انتو يلي ما عم تحلوا عني. اختصر لانه انا ماني فاضي لك. كل ما بقرر اني بعد عنكم بتجي مرتك وبتدبقني. ولك ما فشرت، قول شو بدي منك احكي. والله ما بعرف بنوب، روح اسألها بجوز تقلك. عمي اجيت اطلب منك تسامحني ونحكي شوي، ماني طالبة غير فرصة تانية. بوعدك اني ما عاد اغلط بعد اليوم وما عاد اكسر كلمتك ابدا، هذا واحد. شو ما بدك تطلع بوشي يعني؟ ابني قدام عيني أخدوه حبسوه بين أربع حيطان، وكل ما بشوف هيك مستحيل ما أتذكر إنه ابني محبوس بسبب يلي عملتيه، وإنه أنا محروم من شفته. إذا ما شفت ابني قدامي ما بقدر سامحك. شرفيتك راحت؟ ايه. طيب معناتها ليش اجت لهون؟ كانت رح تبقى شوي،
بس حكوها من الشغل واضطرت تمشي. وهلأ؟ سامي انت لما بيتصلوا فيك من الشغل ما بتمشي فورا؟ انا رايحة لعند سعيد بكرة. ليش؟ شو يعني ليش؟ انت ما بتجي؟ ايه حياتي طبعا، بس بصراحة الطريقة فاجأتني. سامي مثل ما سعيد بيعني لك انا كمان بيعني لي كتير، بدي احكي معه حتى يعرف انه نحن مو تاركينه. ماشي، بكرة منروح مع بعض. تصبح على خير. وانت من اهله. يا رب يا رب ساعدني بترجعك، خليني اتذكر. وعديني انك توثقي فيني يا سوزان. اصلا ما لي غيرك اوثق فيه، لو ما كنت معي وين بروح وشو فيني اعمل؟ ولا شي بنوب. لا تاكليها، كل شي رح يتحسن ويرجع مثل ما كان. اصحك تحبي إله، ما رح تحبي، لازم تنسي كمان. اصحك تحبي، اصحك تحبي، هذا الشيء ما بيصير. مرحبا شباب. شو ما اجى ادم كانه؟ لا، قال انه مريض. عن جد؟ موبايله مسكر كمان. هو هيك هي عوايده. بالله؟ ايه. طيب في حدا منكم بيعرف وين بيته؟ وين ساكن؟ كان قاعد عند واحد رفيقه بس يمكن طلع من فترة قريبة. شي بيت، شي قهوة بيقعد فيها، أو شي واحد بضل هو وياه مثلا. طيب قلي، أنت قديش صار لك مرافق لهالمحتال آدم ها؟ الله يخليكم، وقت المزح رجلي ما عادوا يحملوني. يا شباب، رح تجيني جلطة. آدم محترم، مو محتال أبدا. إيه لا كان آدم محترم، مو معقول شو محترم ما بتعرفه، ولهيك حمل حاله وطار. لوين طار؟ الشباك انصدمت. ليك إذا كنت عطيه مصاري ومتورط معناها أنسى. لا يا جماعة، هدوني دخلكم لحظة. هدوني، حدا يمسكني. طول بالك يا ماجد. قلبي بدي أمي. سعيد يا قلبي. أهلين شاهي، كيفك سعيد؟ شو اجيتوا مع بعض؟ ايه اجينا مع بعض. نحن حلينا مشاكلنا وتصالحنا خلص. والله انت لشو عم تحاول توصل؟ قول. نحن كتير بالنا مشغولة عليك. كيف صحتك؟ شو عم يضايقوك كتير جوا؟ لا انا منيح، انت لا تاكلي همي شاهي، طمني. طيب لازمك شي؟ ماني بحاجة لشي منك، عم تفهم؟ سعيد احترم حالك شوي، نحن اجينا كرمالك. ومين يلي بعت وراكن؟ انا ماني مالعك شبك. اي مزبوط، انا الحق علي، خليه ضل هون لحاله. سامي تركني، خليني انا احكي معه شوي. شو يعني مو شايفتي كيف عم بيقلل الادب بكلامه؟ سامي لو سمحت. يعني قديش عشت معهم ولا مرة شفته لأحمد كلها الأد معصب، وكله بسببك. من لما اجيتي لعندهم انتحسوا كلهم. بعرف اني غلطت كتير بحقه ورح حاول صلح كل شيء. أبدا، اصحي انت، لا تتدخلي فيهم نهائيا، بتساوي اللي بتقلك عليه شاهيناز وبس. سوزان
بنتي؟ مرحبا، بعتذر إذا كنت بعرفك من قبل، بس مو متذكرة بنوب. مو مهم، بما أنك أنت ما بتعرفيني، بس أنا بعرفك كتير منيح لأني كنت رفيقة المرحومة أمك. أمي أنا؟ إيه. فهماني عليك سعيد، ظروفك هي ومشاكلك كلياتها، إحساسك إنه كل الناس ظالمتك هن اللي أثروا على علاقتك مع أخوك. هالشي ما له علاقة، ولا تقولي عنه أخي، هذا عدوي، عم تفهمي؟ قلك من شو مقهور؟ مو لأني بقلب السجن، لا، أنا مقهور من هذا اللي عامل حاله أخي. والشي اللي قالته سوزان قدامكم، لأنه الحادثة اللي صارت خلت سوزان تفقد ذاكرتها. شو يلي عم تقولي؟ يلي صار، هي تصرفت هيك معك لأنها نسيت. سوزان عم تتحسن، بكرة بتتذكرك وبترجعوا مثل قبل. يعني رح نرجع؟ ولو يا سعيد، ما أنك مصدقني مو؟ أنت بالنسبة لألي أمي، ورح صدقك. سعيد بدي أسألك سؤال، بس لا تتضايق منه. شو هو؟ أنت ما طعنته لخليل، ما هيك؟ ليش ما حدا عم يصدقني فيكن؟ شوف لا تعصب، ما بدي تفهمني غلط، عرفانة، بس بدي أتأكد من الموضوع حتى كل شي يكون تمام. إذا كنت هلأ عم تقول الحقيقة فكل شي عم تقوله رح صدقه، ساعتها رح ساوي أي شي لطلعك من هون. أنا بحبها لسوزان لدرجة إني بتخلى عن روحي كرمالها، وإذا اضطريت ممكن أقتل حدا، بس وقتها رح أعترف. شاهيناز صدقيني ما إلي علاقة بطعن خليل. بعرف سعيد، هذا وعد، رح تطلع من السجن وبسرعة. أنا رح ساويكم الشاي وأنتوا قعدوا صم. طيب يلا روحي. يا روحي شوفي قديش مبسوطة من لما شافتك، اجيتي بوقتك. لسا ما تذكرته لسعيد، ما هيك؟ مسكينة. لا ما تذكرته، قديش عم نحاول نذكره فيه بس بنوب ما تذكرته. تقولي عم تحكي عن واحد غريب وأبدا ما بتعرفه. شو هالقدر تبع هالبنت؟ لما بتشوفيها بتفكريها انه كيف ومبسوطة، بس يا حسرة والله حوينتها. أهلين محمود، من شوية روحي طلعت مشوار مع رفيقتي. لا بلا السيارة، رح أخذ تاكسي وإجي، مو مطولة. لوين لسه قاعدين؟ هي شو لوين قاعدة؟ خليكي اشربي معنا شاي. يا روحي لو ماني مضطرة كنت بضل معك، بس صار لازم أمشي. خلاص بترجع، خالتك بلقيس بتحبك وما رح تتركك، ما رح تروح لبعيد. ما بروح، وعد. ايه شو حكيتو؟ سألني عن حبيبته ويلي قالته. بس هيك؟ ما حكينا غير عن سوزان سامي، لشو بدك توصل بالضبط؟ مو مبارح رفيقتك قالت انه كنتوا مع بعضكن؟ بس حضرتك كنتي مع خليل، قلي لي شو في بالك؟ انت شلون عرفت؟ خليل هو يلي قال لي، مفكرة بيخبي حضرته؟ انا كنت بدي ساعد اخوك. بتساوي هيك؟ لأنه بدي أعرف منه ليش طعنه من وراء ظهري أنا؟ قبل ما تستلمني شوف اللي أنت عامله. شو قصدك؟ هاي قلت شي عنا لحد غيري؟
لا أكيد. شاهيناز قولي يلا. قلتي لحدا؟ سامي قلت لك لا. شو القصة؟ مو هاي السكينة نفسها تبع خليل؟ ايه هي؟ وين وشلون وامتى لقيتها سامي؟ احكي. روقي شوي، رح احكي القصة بالضبط. وقت اللي هرب بعد عملته كان الكل ملتهي ومشغول، وقت انا لقيتها خفت تكون دليل على سعيد، قمت اخدتها وخبيتها. سعيد بريء، بتعرفه لاخوك. ولك فكري شوي بعقلك، مين غيره له مصلحة؟ وخليل كمان قال هذا الشيء؟ لما سوزان وسعيد هربوا قال هيك لحتى ينتقم منهم. القصة ما دخل بهي، هو ما عرف انه سوزان هربت مع سعيد، هو من قبل ما يفتح عيونه اتهمه لسعيد. بس هو اكد لي عكس هذا الشيء، قال لي انه بريء. شو متوقع؟ اكيد رح يقول هيك. سامي انا بعرفه لسعيد، مستحيل يكون طعنه، فرجيه للشرطة فوت. لا ابدا، انا ما فيني ساويها. افترضي اني اعطيتها للشرطة، ايه وبعدين شاهيناز؟ اذا هو المذنب ما؟ وقتها مستحيل يطلع من التهمة بريء، عم تفهمي مو؟ سعيد مظلوم. انا مستحيل خاطر بنوب. اذا ما رح تسلمها انا بسلمهم اياها. خلينا بالاول نتاكد. إذا أنت مو مصدق كيف بدك تتأكد؟ ما بعرف شو لازم أعمل. أحسن شيء إنه ناخدها على المخبر لحتى نرسع عبر. تمام. شاهيناز أوعك تحكي لحدا. رح تندم صدقني. ايه خلصنا، لا تجي تعملي حالك هلا غشيمة. انت طلبتي نساوي هيك؟ نحن كان في اتفاق بيناتنا خليل، انت اللي وعدتني وما وفيت. شوفي ولي، نحن ما عم نلعب، اذا غيرت اقوالي بيكشفوني منيح. خلصنا، بكره منلاقي شي حلي. انت لسه مصرة تنقذي لسعيد؟ ها؟ بلكي بتقدري تقنعيني بطريقة تانية. ولي عيونك شيلون. رح تدفع ثمن اللي عملته. لا لا، ولكن العي من وشي، ولكن العي، ما بدي اشوفك. يلا الو عدنان بيك، كيف البضاعة وصلتك مضروبة؟ بدك ترجعها؟ أكيد في شي غلط صاير يا معلم، لأنه مصنعة بمعامل تونجا يلي أنتو بتاخدوا منها. ولا يهمك عدنان بيك، هلأ بشوف القصة لا تاكلها. سعيد شو صار معه؟ حكيت له لمدير السجن. ايه دخيله الحنون انا. هلا خلص ما عاد يصير عليه اي مشكله. حب يزوره، خليني شي مره اروح معك محمود. انا ع قلبي احلى من العسل، بينبسط هو. قلبك كبير لهيك انت بتحبه. ايه بحبه لانه ابضاي. تمام. هذا الشاب بيذكرني كثير بشبابي. وانت شو اخبارك؟ انت ورفيقتك يلي عم تطلعي معها؟ عادي، ما في شي جديد. ولي قومي ساوي لي مساج، عم يوجعوني كتافي. قومي. ماجد قلقت عليك، وين كنت؟ ماجد شو وين الشوالات تبع المصاري؟ اه جاي عم تخفق بايديك؟ هات لشوف وين مخبي المصاري. اه يلا قلي وين. زينة خلص خلص بقى خلص. شو هاد؟ قولي كيفك بالاول. طيب ماشي، كيفك؟ مالي منيح يا زينة، كتير تعبان، حاسس بطني عم يتقطع، وحاسس حالي مهدود، حاسس راسي مثل الطابق، لا وعم يلعبوا فيها كمان. حاجة تسوح وتنوح. قول ليش ما جبتهم معك اليوم؟ هو اليوم ما قدرت لحقهم، يلا لبكرة. أخ
اخ يا امي اخ راسي دخيل. ماجد نحن لازم نستعجل مشان ما يروح علينا البيت يلي بيطلع البحر، لانه في ناس كتير بدها البيت هذا، عم تفهم؟ الو صفاء، شو نايمه فيقتك؟ اسمعي بدي اطلب شغله منك، لازم يطلع سعيد من السجن بسرعة، بدي اياكي تساعديني لحتى يطلع. قالوا لي انه مصيره بايدين خليل، ضروري تعطيني رقمه. ماشي معك الرقم؟ ما لا، سامي ما بيعرف شي بالمرة، اصلا ما بدي يعرف، واصحكت الي له. هاتي الرقم لو سمحتي. ماشي نقليني. يسلم ليكي صفاء، يا ريت هاد الشيء يضل سر. شكرا كثير. قلبي مانو مرتاح لهي المرأة اللي عم تجي مشان سوزان، بس ترجع تجي نادولي. ليش انت امتى شفتها؟ لا انا ما شفتها ابدا، بس يعني ما فات بعقلي الحكي تبعها. مفكرة عم تكذب علينا؟ المهم سوزان تكون مبسوطة فيها، نحن نسانا مو ضروري. ونحن ليش لحتى نوثق فيها بالله؟ يا ربي دخيلك. حكيت مع توفيق؟ اي حكيت. شو حكيته؟ هو قال لي على التليفون انه ما بيمشي الحال وبكره بيحكي معي. سامي لا تترك اخوك، لانه طول ما انه سعيد جوا انا ما رح ارتاح بنوم. لك صار اعطيني كانه انا يلي ما بدي انه يطلع اخي يعني؟ ألو؟ ألو؟ مساء الخير، سوزان عم تحكي. سوزان؟ إيه خليل، أنا بدي أطلب منك شيء. خليل؟ سامي؟ شو ليش سهران لهلا؟ شو قصتك؟ اسمعوا له، إذا لسه بتحكي مع سوزان رح أشيل عيونك، فهمان؟ إذا الناس اللي حواليك بدهم يحاكوني بدك يعني خجلهم، مو حلوة مو هيك؟ أنت فكر إنه تحكي معها مرة تانية ووقتها رح تشوف. ليش دقيتي له؟ لأنه ما عندي حل غيره، هاي الطريقة الوحيدة لحتى نطالعه لأخوك. لحتى تطالعي سعيد من السجن؟ بتفكري إنه تساوي هيك؟ إيه. شوفي أنا عندي إلك عرض، طالعه لأخي سعيد من السجن، بس أنت بتيجي معي. كيف رح تطالعه أنت؟ ولا يهمك هي علي. ليلي انت موافقة على عرضي انه نروح؟ شو صاير لك تطلعي بعيوني؟ انا وانت منحب بعض مو؟ لا كذابة مو مزبوط. ليش ما عم بتحطي عيوني بعيونك لكان؟ سامي فهمني لو سمحت، حاجة بقى. ليش؟ هلأ بيحسوا، تركني. أنا مو فارقة معي، وعديني إنه رح نروح سوا. خلص هلأ بتفيق مرتك عيب. يلا وعديني وقلي لي إنك رح تجي معي. تمام بيجي، بس بشرط تنفذ اللي وعدته. سامي سامي، أنت المفروض تسلم السكين.
ألو توفيق، السكين معي موجودة، بكرة رح نعطيها للشرطة لحتى سعيد يطلع من السجن. الحمد والشكر لك يا رب، ما فاجعتني بابني وخليتني شوفه هو طالع. اصلا انا من الاول قلبي حاسسني سعيد تربايتي وما بيعملها. هذا كان احساسنا عمي، الحمد لله لقينا اداة الجريمة. ايه يلي لقى هالسكين وعطاها للشرطة، الله يخلي له شبابه ويرزقه. اكيد يا قلبي هلا بيكون ضعفان، بس يجي رح اعتني فيه، رح اطبخ له اكلي بيحبه. انت منصور؟ بيشحمه ولحمه. اهلين وسهلين، تفضل هون شرف، عود هون. حبيبنا بلا طول سيرة فورا رح فوت بالموضوع بخصوص المصاري. بس كأنه منعرف بعضنا من قبل. شو عم تحكي انت، مننا نعرف بعض؟ بدي يفهم منك بس شغلة، اليوم بعطيك 10,000، بكرة يا ترى قديش مناخدهم؟ ولك ما جايب؟ شو انت بدك تورطني يعني؟ عم بمزح معك. تعال ادم، تعال هون. ولا يا مجرم يا محتال. هاد ادم. حبيبتي هذا اسمه ادم. ولك انت واطي ولا بدك تسرقنا يا حقير يا جبان؟ مفكر فيك تنصب علينا بهالسهوله؟ انت عم تلعب بعداد عمرك. اسمعني ولا، يا بتطلع المصاري يا بموتك. عم تسمع مرتي؟ ماما عم ازحها. ليش عذبتي حالك؟ شكرا يا روحي. قلت لحالي هالجو الحلو بده فنجان قهوه نروق راسنا فيه. اجت بوقتها. ايه اليوم سعيد رح يطلع، واخيرا السكين التقت من حظه الحلو. بالله شو فرحك الخبر؟ مو بس مشانه. كأنه في بتمك حكي، ما هيك؟ في قصة مخبيتها مثل الذنب وطابقة على قلبي مثل الهم، بس بالحقيقة رح تبسطنا كلنا. ومدام بتعرفي رح تبسطنا كلنا، ليش مخبيتيها؟ رح قلك، بس بالأول انت رح تعصب وبعدها رح تفرح. اسمعي بنتي، انا اليوم طالعه رايحه على البيت، انت خدي سعيد على جنب، فهمتي؟ بتقولي له ضل يجرب وما يحل عن سوزان لا ياخده. ولا يهمك امي، لا تشغلي بالك. شو هالحكي شاهين، احكي مع عمك بخصوصا واقنعيه، خلي خطبهم لبعضهم هي وياه الليله اكيد، وخبري سعيد بهالشي. ماشي بنتي؟ بلكي هيك بتكف بلاها عن سامي وبتحل عنه بقى وتنباع بالعزا بعدين. انت لا تاكلي هم سوزان، حتى لو ضلت سامي ما رح يفضله لأنه رح يكون مشغول كتير. ما فهمت عليكي؟ ما حضرت له مفاجأة كبيرة بصراحة، رح يكون مبسوط ومروق كتير. شاهي خبريني لأشوف. أنا بعدين بحكي وبخبر الكل. إيه لا هيك ما بصير، أنا أمك ولازم أعرف أول بأول. الله يوفقك قولي. هيك هلا الحمد لله رجعت الضحكة تنور لك وشك. أكيد رح ترجع لي، ابني طلع براءة يا أمينة براءة. سعيد وقت يرجع بده يشوفها لسوزان، شو بدنا نعمل مشانون؟ لازم ما يضلوا سوا. ما في داعي، كل العالم صارت تعرف هدول مجانين، ما بعرف شو بيطلع معهم. عم تخطر ببالي فكرة إنه جوزهم وخلص من هالشغلة كلها. شو يعني اليوم رح يصير خطبة بالبيت عنا؟ منفرح فيهم ومنخلص من همهم. إيه عمي امشي بلا ما نتأخر على سعيد. يلا سامي وينه؟ ما بده يروح معنا يعني؟ سامي قبل شوي طلع عمي، عنده شغل وراح يخلصه. خلص لكان، إذا عنده شغل معلشي. وينه؟ مين سوزان؟ ما فوق بغرفتها تعبانة، رح تنطرنا هون عمي. أنا بدي روح معكم كمان، سامي بيك قال لي روحي بدالي لأنه اليوم عندي شغل كتير وماني رايح. الحق معك يا أمينة، انت كمان منه وفينا. يلا شرفوا تفضلوا. يلا يلا.
أنا مو فارقة معي، وعديني إنه رح نروح سوا. خلاص هلأ بتفيق مرتك عي. يلا وعديني وقلي لي إنك رح تجي معي. لقد قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم سعيد تونجا فوراً وتبرئته من كل التهم الموجهة إليه. وينك سوزان؟ سوزان؟ ليش لسه ما خلصتي؟ هلأ بيجي حدا منهم وبيجوز بعدين نتأخر على الطيارة. سامي ما حأحمل هالذنب. شوفي بعرف انك متوترة، بس انت وعدتيني، شو نسيتي؟ وغيرت رأيي. طيب لا ما بتقدري، ما فيك تنكري هالحب. يا الله افهم علي وروح. خلاص نحن مو لبعض وما رح نكون. كنا مبسوطين وفرحانين بسعيد، شو صار معه فجأة لحتى غوطنت جوات المحكمة؟ طمنيني شو طلع معك؟ ما في شي عمي، لا تؤاخذوني، شغلتكن وعذبتكن كتير معي، روحت لكن الفرحة برجعة سعيد. ولا يهمك يا روحي، معقول اتركك بهالوضع؟ انت لا تاخدي على خاطرك من سعيد بالمرة، سوزان اخدت له عقله وراح يشوفها. شو طلع معك؟ هادي لنشوف. بابا أنا حامل باركولي. الحمد والشكر لك يا رب، ألف مبروك يا بنتي، ألف مبروك. إن شاء الله ألف مبروك. بسرعة أمينة روحي اطلبي تاكسي. يلا بدنا نروح دغري هلا على البيت، رح نخبره لسامي ونبشره. الغيمة السوداء يلي كانت فوق بيتنا منشكر الله إنه ما عاد نشوفها. تعي يلا يلا. انتبهي. بحبك من أول لحظة شفتك فيها. مانك حاسة قديش أنا بحبك؟ سامي هيك مو قصر. سامي سعيد سامي Thank you.
سامي. سامي سامي رد علي. سامي سامي لا تموت اصحى. سامي لا تموت. ليش يا ربي سامي؟ حلو مكتبي؟ ايه حلو، بس خدني على بيتي. بيان شوفي روحي تكوني مبسوطة، هذا اللي عم بطلبه. مستحيل، وانت ما رح تقدر تعمل شي من شاني. لا بقدر، رح انتقم لك من سامي وبتشوفي، وبعدها منكمل حياتنا برواق. سامي ما عمل لي شي ابدا يا خليل، انا كنت رضيانة بكل اللي تعرضت له وقتها. لا، هو استغلك ورماكي، هادي اللي انت مقتنع فيه. أنا كم مرة حكيت لك هالقصة إنه كان مو بوعيه، وبعدها ما تذكر شو صار، بس أنا يلي ما قدرت أتحمل هالشي، فكرت إنه أحسن حل إني انتحر وموت حالي، بس حتى على الموت ما قدرت. بيان يلي صار كله بسببه، هو اللي خلاكي هيك، موت أمي كمان كان بسببه. لسا لك عين تجي لهون؟ إذا جيتي مشان سعيد لفي وارجعي لورا. جيت اقتلك. خليل خليل حبيبي اخي، خليل رد علي، خليل اخي. Thank you.
خير شبكم؟ وين سوزان؟ وين البنت؟ بنتي سوزان؟ مرحبا. شبك؟ ما عندك قرنة تنامي؟ شو رأيك تنامي ببيتي؟